السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام آه، النهارده ان شاء الله هنركب معانا آه، فلتر تلات آه، مراحل تانك آه، والفلتر ده ما فيش مخرج آه، غير الخلاط ففي الحاله دي هنركب له ان شاء الله نطره خلاط آه، نطره خلاط دي في منها نص بوصه آه، وفي منها تلات أرباع يا جماعه برده عشان تبقوا انتم عارفين آه، لو انا مثلا عندي محبس او عندي حنفيه وحبيت اركب عليها برضو الفلتر فيه اللي هي النص بوصه بتيجي تركب وبيركب عليها عادي الفلتر مفيش مشكله وممكن ان احنا نركب برضو الثلاث مراحل يركب على الأمطرة بتاعه الخلاط بس المحبس او المحبس اللي هو بيجي مع الفلتر الثلاث مراحل لو حبينا نركبه على الفلتر اللي هي الأمطرة بتاعه الخلاط يعني بيحتاج نبل نحاس ايه تلات تربع في نص لان لما اه بنشيل الفلتر اللي هو في الانطارة بتاعة الخلاط بتبقى مكان الصامولة بيبقى ايه تلات تربع او اقل من تلات تربع حاجات بسيطة فهم عاملين نبل نحاس مخصص للحاجات دي بس انا ما برجحش يعني او ما بفضلش ان احنا نركب اه الفلتر على الانطارة بتاعة الخلاط عشان خاطر برضو المية الساخنة هو كده كده المحبس بيشتغل يعني ما بيوديش ميه أه للفلتر ميه سخنه أه بس في الحاله دي لو انا مثلا في ميه مكونه عندي في الخلاط او كده وحبيت افتح برضو لازم بيعدي ميه سخنه على الفلتر ودي أه برضو أه انا ما بحبهاش عامه يعني فهو يركب محبس على محبس زاويه يكون له مخرج اول ما شيء أه نجيب الانطره دي الانطره دى معانا اللي هي النطره قصدي النطره دي تلات ارباع بتركب على الكرنك بتاعه الخلاط وبعد كده بنركب الخلاط عليها يا نطر الخلاط دي عاملة زي العقلة يعني اعتبر شبه العقلة بالظبط بس دي تلات ارباع وبقى فيه مجال للمحبس الصغير اللي هو بيجي ده محبس البلية بتاع الفلتر ان هو يركب عليه وبنحط عادي الجوان بتاعها من جوه عادي بنطلع جوان وبنربطها على ال الكرنكات خالص بتاع الخلاط هما الصاملتين بس بتوع الخلاط بنحلهم وبعد كده بنركب عادي النطر عليه بالنسبه للي هي طبعا هو بيطلع النطره دي بتطلع بيبقى ايه طعمه مع بعض يعني واحده بيبقى فيها فتحه اللي احنا شايفينها قدامنا دي للمحبس والتانيه ما فيها اللي هي المخرج بتبقى سد معانا بتركب على السخن واللي هي فيها المحبس بتركب على البارد طبعا جمعت كده ربطت معايا كده على الاخر كده ردت معانا في الكرنك ولو عرصنا عليها هيبتدي الكرنك ان هو يلف في المحبس كده هيرد معانا في جسم الخلاط لازم يبقى المحبس اتجاهه لفوق او على الجنب آآ العكس خارج الخلاط خالص في الحاله دي طبعا احنا ما بتلفش عليها لا تفلون ولا حاجه ما نحاولش نلف تفلون احنا نزود لها كاوتشه تانية يعني نحط لها جوان بدل ما هي فيها جوان واحد نحط لها كاوتشه تانية تلات ارباع زي بتاعه صاموله الخلاط بالظبط اهي وهنبيتها فيها يبقوا الاتنين بحيث ان احنا لما نجمع نعرف نوجه مكان الاتجاه بتاع المحبس معانا كده هيبقى معانا لبره ان شاء الله وفي ناس كتير يعني الشغل القديم عامة معظمه ما كانش بيبقى معمول حساب لفلتر النهارده الشغل اللي هو البولي كل التأسيسات بيعملوا حساب مخرجين لو حد مثلا هو صاحب المنزل بيبقى مخرج تحت الرخامة ومخرج تاني فوق الرخامة بيبقى عليه محبس بحيث إن أنا لو جبت ثلاث مراحل بركبه فوق الرخامة لأن الحنفية بتاعته بتبقى منه فيه ثابتة في الفلتر ده نفسه اما بالنسبه للخمسه والسبعه أو, او اكتر من كده بيبقى تحت الرخام عشان بيبقى معاه ساعات خزان وبيتخرم له بخواشه في الرخامه وبتركب حنفتة في الرخامه او على الحيطه مش هتفرق ويبقى الخزان او الفلتر معانا بيبقى متعلق تحت الرخامه معانا فبيبقى معمول حسابه كده احنا جمعنا الانطرتين النطرتين وهنجمع معانا الخلاطه اهون بالشكل اهون اهون بنحط الكوتشات عادي زي ما هي نفس الخلاط دهون على فكرة بس ده الاصل بتاعه لو خدت بالكم الفيديوهات اللي هي السابقة الخلاط اللي هو كان مطرشق الهاند ماكسر كان برضو نفس الخلاط ده هو بس التقليد بتاعه وبتبقى طرف تحت من تحت وانا ما بحبوش خالص على فكرة الخلاط ده وان يعني حتى متعب في تركيبه لان زي ما احنا شايفين مربع فالصمولة بتاعت الخلاط بتبقى مفيش فيها بوش او مجال حتى في الحلق بمورف وفي تركيبه برضه بنلاقي الصمولة زنقه في جسم الخلاط والانطره بتاعته نفس الكلام برضه بتبقى من الاسفل لو انا عند الخلاط شويه واطي شويه بتبقى الاستخدام في الغسيل او كده فبيبقى يعني واطيه بتزهق الاستخدام ما حلوه عامه يعني فكل ما يكون الانطره من فوق آه بيكون افضل تدي معانا مسافه بحيث ان احنا نعرف نستخدم الحوض معانا والتفلن وت... بنلفه عاده على المحبس معانا معلش بعض المتابعين ب... يعني بيسألون ان التفلن او الشعر اللي هو الكتان افضل هو أه له شغل وده شغله يا جماعه اتكلمت قبل كده ان التفلون ده ما في, في الشغل المواسير الحديد او الكعان والابال اللي هي الحديد أه او في تقفيل مثلا المضخه والحاجات دي فبيبقى ضعيف لان السن بيبقى خشن ومحتاج أه محتاج شعر عشان يدي عزم في الرباط اما بالنسبه للاكسسوارات اللي زي كده في التشطيب فالتفلون افضل يعني اه المحبس وانا على فكره بيتباع لوحده متوفر يعني موجود آه والنطره برضو موجوده منها النص بوصه ومنها ثلاثة ارباع دي الانطره معانا اهي اللي انا بتكلم عليها من من الاسفل كده تبش يعني في الاستخدام كويسه وعلى فكره بتبص بسرعه برضو يعني أنا جايب دي جاية جديدة اللي كانت موجودة باظت اللي كانت راكبة كده احنا جمعناه هنركب معانا الفلتر الفلتر ده على فكرة ممتاز فعلا يعني انا مركبه عندي في المنزل بس مركب الخمس مراحل آه، ميته جميلة وما بغيرش طعم المية بباش فيها لا مرارة ولا لون أصفر آه، في ناس بيركب الفلتر وبيلاقي فوق المية بتاعته آه، لونها أصفر كده آه، من على فكرة ده برضه بتبقى من الشمعات إن احنا نسيبه آه، فترة شغال عشان الفرح... اللي هي المرحلة الرابعة والخامسة كده آه، كده بيغيروا لون الميه معانا لفتره في الاول بس وبعد كده بترجع الميه عادي للونها الطبيعي ونحاول ان احنا نشيل المشمع ده هو من على الشمعات معانا ممكن في ناس بتنسى وبتركبهم على طول او بتجيبوا تقفلوه خلاص واكمنه شفاف ما بيبانش اذا كان عليه مشمع ولا لا هو بيتقفل كله بس بيبقي فيه مخرج من فوق من تحت يعني المايه ممكن تشتغل عادي والمشمع و... ده عليه فاحنا نخلي بالنا من النقطة دي يا جماعة نحله هو بقولك المرحلة الاولى دي المفروض تتغير كل تلات شهور والتانية والتالتة كل ست شهور مكتوب عليه كده يعني بس هو عامة يعني يا ريت التانية والتالتة كل تلات شهور مش ستة والمرحله الاولى دي كل شهر بالأخص في المياه اللي الواحد بيشوفها يعني اليومين دول فيا ريت تتغير كل شهر يكون افضل يعني هي مش غاليه وهو معاه المفتاح أول ما نحاولش ان احنا نجمد عليه جامد يعني وحاول نسند الفلتر من تحت واحنا بنربط كده لان اللي بين الشمعات وبعضها عباره عن جزء بس صغير بلاستيك كده من عظم اللي هو الجزء اللي هو في الاسفل ده هو عشان ما ينكسرش معانا معلش في بعض المتابعين بيسالوني على ان الشقه ما فيش فيها محبس محبس دفن اللي هو المحبس يعني الرئيس اللي بيقفل عن الشقه كلها مش موجود اساسا فممكن يكون اللي بياسس الشغل مثلا نساه او انه ما ركبش الاكسسوارات بتاعته انا مش فاهم يعني ازاي شغله اتعمل من غير محبس في الحاله دي يعني احنا ممكن نركب محبس في الخارج ده المحبس اللي جاي مع الفلتر يا جماعه اللي انا اتكلمت عليه ان احنا ممكن نركبه على الانطره دي بنشيل الفلتر اللي في الانطره وبنركب عليها النبل اللي انا بتكلم عليه النحاس بيركب عليها ده طبعا هيتلغي وهنشغله على المحبس الثاني اللي انا جايبه ممكن ان احنا نعمل محبس في الخارج ولو احنا مش هنعرف ان احنا نقفله ونفتحه ممكن ان احنا ببنطه اه بونطه 32 بونطه كبيره بالهيلتي ونخرم فتحتين اتنين قبل الدخول بتاع الشقه بحيث ان انا الماسوره اللي طالعه بتغذي الشقه دي ان انا هقاطع هركب كوع هخش بالمصورة اعمل محبسي واخرج تاني يبقى انا في الحاله دي ما كسرت الشغل كتير في الحمام معايا وفي نفس الوقت دخلت بالمصورة عملت محبسي وخرجت لحمتها تاني في الدخول بتاعي من غير اي تكسير خالص يعني هم كل اللي عملوا فتحتين اتنين بالهيلتي و... ونركب محبسنا ده لو في حاله ان مش عارف اتحكم في القفل من بره انا غيرت ال... عندك اللي بالنسبه للصاموله اللي هي جايه مع المحبس بتاع الفلتر الثاني المختلفه في السن بتاعها عن ال... الصمولة الصاموله بتاعه المحبس اللي انا شاريه ده هو فالصاموله بتاعته هي اللي هتركب زي ما احنا شايفين بنضغط عايز بنحطهم عليها وبنجمعها ويا ريت ان احنا اول ما نركبه يا جماعه نسيبه فتره كبيره شغال ما نستعجلش ونشرب منه لازم نسيبه فتره شغال اذا ما اشتغلت معانا هي الميه ما شاء الله جديده وعلى فكره في ناس بيقول لك الميه ضعيفه الميه ضعيفه ده على فكره من فوق الخمس مراحل كل ما المراحل كترت كل ما الميه ضعفت معانا اكتر وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمه يا رب ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته